ارتفاع إصابات الكورونا في لبنان دفع بوزارة الداخلية إلى التشديد من إجراءاتها، مناطق أقفلت ومناطق يعاد فتحها استناداً إلى نتائج الفحوصات وتدني أرقام الإصابات ومدى التزام المواطنين بإجراءات الوقاية والسلامة العامة. ضربة موجعة يخلفها فيروس كورونا للمؤسسات السياحية على اختلافها. وزارة الصحة عدت توجيهات، أنا بأكد لك أنه 95-97% من المؤسسات هي ملتزمة بقرار وزارة الصحة، التباعد الاجتماعي والكمامة وغيرها، وكل أنواع الصحة والتدابير الصحية متخذة بكل المؤسسات، فما في خوف علينا. مثلنا مثل أوروبا عم نمارس الاتباع الصحي اللي هو مطلوب منا نحنا، وعلى الأرض ما في أي مشكلة، ويلي عم بيكون عنده مخالفة أنا بأكد لك أنه عم بيصير فيه ضبط، محاضر ضبط كتير قاسية، وفي إقفالات كمان حصلت. نقيب أصحاب الفنادق والمؤسسات السياحية بيير الأشقر يشير إلى أن الكورونا ليست السبب الوحيد وراء تدهور حال المؤسسات السياحية والفنادق، فانفجار مرفأ بيروت زاد من سوء الوضع. في عنا 2060 مطعم مهدوم و 163 فندق عنده إصابة بفترة مرفأ بيروت، بتفجير مرفأ بيروت. وقت اللي بيصير في إقفال قصري ل 2060 مؤسسة مطعم، عندك بهالمؤسسات المهدومة أقله 30-35 ألف واحد راحوا على البيت، و 163 فندق كمان في عندك حوالي 15 ألف. يعني أنت عم تحكي بين المهدوم بس ببيروت بدون مشكلة الكورونا وبدون قلة عدد السواح، عندك حوالي 40-50 ألف عامل راحوا عبيوتهم. فنحن أكيد عم نطلب حكومة مش بس لصاحب المؤسسة، للعمال. الأشقر وصف السياحة في العام 2020 بالمعدومة، إلا أن الجزء الأكبر من اللبنانيين ساهم بارتفاع نشاط السياحة الداخلية بعد عدم تمكنهم من السفر، لافتا إلى أن الخلاف السياسي أيضا ساهم إلى حد كبير في تدهور الأوضاع. نحن مقومات لبنان بعدها موجودة، وقدرات الشعب اللبناني بعدها موجودة. نحن عم نتعاون مع مؤسسات دولية وخاصة البنك الدولي يلي هو عنده جهوزية لأنه يعطي المساعدات اللازمة، بس ما بيمشي شيء بدون ما يكون في حكومة أخذ ثقة المجتمع اللبناني والمجتمع الدولي. لم يبقى أي قطاع اقتصادي في لبنان بمنأى عن الأزمة المستمرة منذ عدة أشهر، فلا يمر يوم دون ظهور تداعيات هذه الأزمة الاقتصادية والمالية في كل نواحي الحياة.